الهيئة الوطنية للانتخابات. قبل بداية فصل جديد من الحياة النيابية مع انطلاق انتخابات مجلس النواب، في معلومات مهمة لازم تعرفها. مجلس النواب هو السلطة التشريعية لجمهورية مصر العربية، واختصاصاته تشريع القوانين وإقرار المعاهدات والاتفاقات الدولية والخطة والموازنة، ده غير الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومناقشة أي تعديلات دستورية مقترحة وغيرها من الأمور الهامة. وبالتالي فعضو مجلس النواب هو اللي بيمثلك وقت مناقشة كل الاختصاصات دي، والاختصاصات دي في النهاية بتحدد ملامح الحاضر والمستقبل ليك ولأولادك. وعشان كده ومع قرب انتخابات مجلس النواب 2020، هنعرفك إزاي تشارك في عملية انتخاب أعضاء مجلس النواب. الخطوة الأولى، إزاي تعرف لجنتك الانتخابية؟ من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg. هتدخل رقمك القومي، هتظهر لك اللجنة اللي هتنتخب فيها ورقمك في كشف الناخبين. الخطوة الثانية، هتتوجه للجنتك الانتخابية وما تنساش تبقى لابس الكمامة، وعند اللجنة لو مش لابس كمامة هنديك كمامة. أول ما توصل اللجنة اللي بتتعقم بشكل دوري على مدار اليوم للحفاظ على صحة الناخبين، هتلاقي قدامها الموظف المسؤول عن تنسيق المسافة بين الناخبين المنتظرين قدام اللجنة. الخطوة الثالثة، تدلي بصوتك إزاي؟ هتقدم بطاقة الرقم القومي لرئيس اللجنة للتأكد من شخصيتك، وبعدها هتوضح للموظف المختص رقمك في الكشف وتوقع قدام اسمك وتستلم بطاقتين اقتراع، بطاقة للنظام الفردي، ودي هتختار منها عدد من المرشحين مساوي لعدد المقاعد المخصصة لدائرتك، وهتلاقي العدد ده مكتوب على بطاقة الاقتراع من فوق. أما البطاقة التانية لنظام القوائم، ودي هتختار منها قايمة واحدة بس، ولو مفيش في البطاقة غير قايمة واحدة يبقى هتختار أنتخب أو لا أنتخب. بعد ما تخلص إجراءات الإدلاء بصوتك، هتحط كل بطاقة انتخاب في الصندوق الخاص بيها وتستلم بطاقة الرقم القومي، وبكده تكون شاركت. مشاركتك تهمنا، مشاركتك مش بس اختيار، بمشاركتك هتساهم في صنع القرار. شارك، انزل، صوتك هيوصل.